انا اشتغلت في الدوكو من 10 15 سنه كده بالظبط، تعلمت الشغل عن جوزي. فجاه معايا لقيته تعبان، بيجي يتعب ما نطلعش شغل، ما بنجيش في شغل الناس، حبيت اساعده. شويه شويه الزباين عرفتني، بقيت تلقاني شغاله انا، بقيت الزبون يشتفق معايا انا، واشتغلت. وفي صعوبات بقى برضه حاليا بتقابلني لحد الان، بس هو قاعد يعني تعبان جنبي، بس بيديني بيوجهني على الصح. فبتطلع العربيه بسم الله ما شاء الله، يعني حاليا دكتور بيقتل العربيه من الف للياء، ممكن بجيبها لي السمكه اللي محروقه على الساج. اخذت شغله مختلفه طبعا عن الستات. الستات هنا في الصعيد مش شغلتهم، لان هي صعبه لاي ست، الشغلانه بتاعتي دي صعبه لاي ست تعملها. لكن هتبص الواحده تعمل تشتغل سمكره او تشتغل دوكو، لا في الارياف لا مش ممكن. انا تقبلت الشيء ده ليه، وشفت الشيء ده مش صعب عليا، عشان انا اخذته من جوزي. انا قاعده في بيتي وقاعده في ورشتي وبساعد جوزي. فلكن هبص لواحده ثانيه اقول لها تعالي اشتغلي معايا، مش هتحضر. لو هي حابه وقابله جوزها هيرفض، هيرفضها. لو هي بنت اخوها هيرفض، خطيبها هيرفض، هيقول لك ليه تروح تشتغل في ورشه، الورشه دي كلها زباينها رجاله، شغل في عربيه زباينها رجاله، عشان جوزي موجود معايا، اولادي موجودين معايا. فانا ما حسيتش طبعا بقى من زبايني ابره زاله، ما حسيتش مثلا بمضايقه، زبايني كلهم حلوين الحمد لله. بسم الله ما شاء الله انا معي زباين من الاقصر لحد بسم الله ما شاء الله لحد ادفو. فانا عشان متكلم، لكن واحد غيري حاجه يقول لك لا ودي مراتي الورشه، لا ما تشتغل مع زبون مع راجل، لا 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 لا, لا. طب ما هي تجيب لها مكنه تخيط، تجيب لها فرن مثلا تعمل لها شويه حلويات، لا تجي تفتح لها دكان مثلا او كشك تبيع فيه. الشغل دي صعب وفي نفس الوقت انا ما حسيتهاش بصعوبه، لاني انا لقيت نفسي فيها، انا حبيتها زي حاجه نفر العشق حاجه لقي نفسه فيها. يعني انا مش حاسه بصعوبه ومش حاسه بتعب، مع اني متعبه. يعني انا يعني لما اجي انام اخلص شغل انام بالليل، يبقى اخر تعب في العالم. ربنا يديني الصحه وافضل اشتغل وافضل فاتحه ورشتي، وربنا يدي الصحه لجوزي ويفضل معايا واقف جنبي ويوجهني للصح، والحمد لله. وربنا يحبب فيا زبايني ويحبب فيا اهلي وحبايبي، يحببهم فيا كمان وكمان، وتفضل ورشتي مفتوحه بحسي وحس جوزي لاخر العمر.